نحن نقوم بالنسخة الثانية لمهرجان السلام والتسامح لمغاربة العالم، وهذه النسخة التي تعتبر فيها كثير من الأنشطة، سواء رياضية، ثقافية، فنية وسياحية أيضا، وندوات تهم المهاجرين المغاربة والجانب الاستثماري بتنسيق مع مجلس الجهة والاستثمار. اليوم درنا زيارة لهذه القاعة ديال الوليدات اللي حظوا بجوائز من بتنسيق لنا مع جمعية أطلس، اللي قدمت مجهودات كبيرة بالشباب ديالها معنا. الحمد لله الجمعيات ديال المنطقة قدموا أكثر من مجهوداتهم بالنسبة لتحقيق نجاح هذه النسخة الثانية. دابا هذه الجمعيه الحمد لله كتسم بشباب زوينين، الله يعمرها دار، خدامين خدومين وكيناضلوا. بمناسبه مهرجان السلام والتسامح اللي منظماه جمعيه الصداقه للجاليه المغربيه، اللي ايضا قمنا بالتنسيق معها، وفي اطار هذا المهرجان داروا مجموعه من التظاهرات، من بينهم هذه التظاهره ديال الجري السريع. وحنا فخورين بابناء المنطقه ديالنا وابناء الاقليم ككل، انهم يعني عندهم مواهب متعدده في جميع انواع الرياضات، اللي من بينهم الجري السريع. داز واحد اليوم مزيان، اكتشفنا فيه بزاف ديال المواهب الرياضيه. حنا بدورنا كنتمنوا لهم حظ موفق في المسيره ديالهم، وهذا الشيء هذا كيدار باش نزيدوا نشجعوا هاد البنيتات وهاد الوليدات، ويزيدوا يطمحوا في الموهبه ديالهم ويثقوا في نفوسهم. كنتمنوا لهم ان شاء الله مسيره موفقه.